أعزائي المشاهدين، الصوت اللي راح تسمعونه الآن لفنان كويتي شاب أقام الكويت خلال الأشهر الماضية ولم يقعدها حتى الآن. الفرحة تدش كل بيت، أحب النقعة والنوير، أحب التراب، أحب جبلة وموت بشرق والمرقاب، أحب الكويت قبل النفط وعقب الزيت، أحب الكويت ودي الفرحة تدش كل بيت، أنا كويتي وأحب الكويت. عرفتوه في الواقع، رحبوا معاي عبد الله المحيلان. مساء الخير اخي عبد الله. هلا وين، اهلا بك ونحييك في الشبكه. والله زمان. تسلم. اي والله زمان. طبعا اللي قريته اكيد معروف للجمهور هو مقطع من قصيده الاخ صلاح الساير، انا كويتي واحب الكويت. وايد ناس حسيت فيها، عرفتها، قلناها مرتين تقريبا. إيه. انت كويتي وتحب الكويت؟ والله ايش رايك؟ شيك. نهنيك عبد الله على برنامج استراحة الخميس اللي عرف اكثر باسم استراحة المحيلان. تسلم يا عبد الرحمن، شهادة اعتز فيها والله. كان في الواقع عمل مميز، وانطلقت فيه في الواقع الى خارج الكويت على موجات البرنامج العام، وجزء من الدردشة هذه راح تكون عن البرنامج. ايش كنت انت تحاول تقول في هذا البرنامج؟ ولا شيء. ولا شيء معناه كل شيء احيانا. عبد الرحمن، لما انا جيت في البداية ما كان في بالي شيء بالمرة. في نهاية 82 آخر أسبوعين أيام العطل هذه، بعدين دشينا على طول بعد أسبوعين، دشينا في بداية 83 واستمريت 6 أشهر إلى بداية رمضان العام. وقفت في 9/6. هذيك الدورة ما كان في البال شيء غير عن فصل كمبزة ضحك قشمرة، سالفة مني وسالفة سالفة منك، سالفة من فلان، سالفة من شذي، وبس. لما جيت الدورة الجديدة الوضع تغير، القاعدة صارت أعرض، الاتصال صار أقوى أسرع، صارت صيحة، صار العملية مو عملية الكويت بس، قضايا مشاكل الدور تماما. الدورة هذه ما لها علاقة بالأولانية. أي. أنا في بدايتي ما أبي أقول شيء، هي اسمها استراحة. كنت أبي هالإنسان المتعب المجهد في طريقة للشالعة يوسع صدره شوية، إذا كنت أنا قادر على أني أنا أوسع صدره. واللي ما عنده شالعة أوسع صدره في البيت. القصد عبد الرحمن، ما كان في هدف معين، كان فعلا استراحة لا أكثر. الأغنية الناعمة لطيفة، السالفة مو أكثر. لما جت الدورة هذه أقول لك اختبصت الدنيا وصارت في قضايا لدرجة مرت فيها حلقات قالوا يا ترى مصختها. شل صار برنامج أيتام وأمراض ومشاكل. حلو انك تكون همزة وصل، حلو انك تكون جسر محبة للآخرين علشان يعبرون من خلاله الى الناس اللي بيدهم الحل، بس بعد مو حلو تصك على العالم الثانيين، مو حلو تضيق الاسطول. فبدينا في فترة
نخفف ونرجع تقريبا مثل ما كنا. إذا بنطلع نتيجة واحدة حق اللي صار هو إنه كان في الفترة الأخيرة هو عبارة عن همزة وصل أو جسر محبة ما بين هذا الإنسان اللي يحس إنه مو قادر يوصل صوته وبين الإنسان اللي بيده الحل. في الواقع هو كان في الواقع أكثر من همزة وصل، كان همزة وصل مثل ما تفضلت بين يمكن البعض اللي لهم مشاكل والمسؤولين، لكن كان أيضا وأعتقد الخدمة اللي خدمت الإعلام الكويتي أنها كانت همزة وصل بين جماهير الجزيرة وإذاعة الكويت في الواقع في يوم الخميس. أعتقد ما أقدر أكون ماني مبالغ في هالشيء. طب في ملاحظة يا أخوي عبد الله، يعني لعلك أنت سمعتها من الناس، إذا ما سمعتها راح تسمعها مني الآن، أن في هذا البرنامج يعني يقولون أن المحيلان وهو يطرح مشاكل الناس وهو يعري مشاكل المجتمع وهو يضرب على أوتار حساسة وهو يزعل من يزعل يرضي من يرضي، أن المحيلان كان بيركز على سلبيات الناس على المواطنين، أنتوا ما فيكم خير كذا كذا، أنتوا كفو، أنتوا تستاهلون مستوصفات هالشكل، أنتوا تستاهلون ولا يركز المحيلان بنفس التركيز على سلبيات الحكومة أو الوزارات أو الأجهزة الرسمية. ما رأيك في هذه؟ هذا كلام مو صحيح. مو صحيح؟ لا طبعا. الحلقات كلها موجودة ومسجلة. المؤسسات اللي تابعة للحكومة أو الوزارات تروالي طالها اللي طالح، بما فيهم حتى كنا نوجه الكلام ساعات مباشر إلى أشخاص معينين. إنما السلوك الفردي أنا ما تطنس على الناس يا أخي، أنا واحد منهم. بعدين كلنا نغلط، يعني طبيعتنا إحنا وأنا واحد من هالأمة إن إحنا نرتكب نفس الأخطاء كلنا، بس أكو واحد نحيس لعين وأكو واحد شوية ألطف أرقي أخلاقه أعلى شوية من واحد ثاني. أنا ما تعمدت أني أسيء لأحد، أنا تحكيت عن سلوكيات. ومنين أنا جبتها؟ يأما من مشاهداتي حالي حالك، مثل أنت ما تنقهر على منظر يضر هالبلد ولا يسيء لها أنا بعد انقهر، أو إييني من مقهور أو مقهورة في التلفون شفت اللي سوى وما سوى، يعني بذمتك وانت واقف عند الإشارة عبد الرحمن خلت بس صارت وانت واقف عند الإشارة ايه واحد فتش الباب شعل الطفاية متروسة بالقار قدامك يضيق صدرك ولا لا؟ يضيق صدرك ولا أكيد أكيد منظر بشع، منظر قليل ذوق فعلا، يعني ودك تنزل من الباب ما تحاكي تصنطه تلخط راك على التصرف السيء. وانت واقف عند الإشارة نزل الجامعة وتكرم تف ولا بالله تفرض انك قاعد تاكل سندويش او ورق او كلينيش، عيني عينك بعد كل العالم تعرفها، انت واقف وراء او يم تحترق، هذا يستاهل ولا ما يستاهل؟ هذا مو مال تحكي عنه بالميكروفون، هذا مال تبطل الباب وتنزل تحط ايدك هنا تقول له استح احترم عين، عرفت؟ فهذا اللي كنت أنا أركز عليه أكثر السلوكيات. بس ما أعتقد أني أنا أسأت الإنسان لتصرفه اللي ممكن ما في إساءة للجميع. ما أعتقد أن يوم من الأيام ما حد يقدر يمسك علي شيء أني أنا جبت قضية سواء شخصية أو قضية حتى من مواطن شخصية ضد مواطن ثاني. لا لعلك طبعا تعتقد عبد الله ان الحوار الدبلوماسي الهادئ ما يحل المشاكل ولا يوصل المشكله الى من عندهم المشكله، فلذلك استخدمت اسلوب الطق على الراس، يعني مثل ما يقولون استخدمت اسلوب الطق على الراس. هي 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 مو طق على الراس، هي انت طبيعتك، انت طبيعتك لما تقعد في جلسه طبيعتك كذي هادي ولطيف، اللي تقوله انت انا قاعد اقوله، بس انت في الجلسه لك اسلوب وانا لي اسلوب. انت ممكن ما تنفع الكثر معنا نفس الفكرة ونفس الكلام، بس انت طبيعتك هادئ وتوصله بطريقة للقاعدين كثير لطيفة ويقتنعون فيه، بس اسلوبك كذي رقيق ولطيف. اكو واحد دفش
انت لا 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 اللي فيك اللي ما فيك والله العظيم هاي انت من هالمرقاب ها؟ اي نعم ايش فيهم؟ مشهورين كذي يعني ركزت ايضا فتره من الزمن او ردح من الحلقات ردحاً من الحلقات او على الابلات والمدرسات اعتقد هذا شغل